مجلس الشعب طلع قانون بيقول. طب انا اسالك سؤال هو ملوش علاقه بتفاصيل الموضوع ولكن له علاقه ب يعني ما يعنيني انا كاعلام. هل حلقه الحوار والتنسيق مفقوده ما بينكم وبين الصناع؟ يعني هل بتقعدوا مع بعض؟ ما هو في النهايه اذا كان هذا هو راي كل الصناع طب ما نقعد مع بعض ونسمعهم. استاذ في احنا بنقعد ولا ما بنقعدش؟ لا لا احنا بنقعد احنا بنقعد الحقيقه. هل انت مثلا ساعدته ولا لا؟ وكان في موقف من 3 4 سنين كان شكله ايه النهارده؟ انا بس عاوز هو اللي حصل بتاعه هو زي ثلاث مرات في مصر لو سمحت يعني ما شاء الله ده حاجه فرحنا ما جابش الفراغ وما جاش ان هو ما عندوش ثقه في الحكومه وما لا لا ما حدش جاب ثقه انا بتكلم على فكره في الحوار التنسيق هو حتى استثمارات دخل استثمار في مصر ودي مرحب بيها هو طبعا شركات ثانيه ونما بشكل كبير والنهارده كنت بساله قبل ما نخش احنا عندنا 2 مليون طن حديد وطن بلد قال لي انت هتقفل علينا ولا تفتحها انا رايح ندرس هذا الموضوع بس انت هتخش قال لي هخش اكمل شويه عشان عندي كميه يعني لسه طيب. لسه حد النهارده احنا هنستثمر كمان انا عاوز اقول حاجه مستمر في حاجتين في حاجتين مختلفين احنا بنتكلم عليهم جهود وزاره الصناعه وهي تنميه صناعيه مرحب بيها وهي يعني مقدره اكبر من التقدير احنا بنتكلم على حاجه ثانيه خارجيه وليست في وزاره الصناعه او في هيئه تنميه صناعيه هي دخول عامل اجنبي مغرق على السوق المصري انا عندي حاجتين عاوز اوريهم للمشاهدين سريعا عشان احنا وقت خلاص بيخلص عايزين انا جايب معايا ميزانيه شركتي المدققه من اكبر مدقق حسابات في مصر اللي هو ديلويت تمام بتثبت انه في خسائر السنه اللي فاتت والسنه دي السنه اللي فاتت 13 مليون جنيه والسنه دي 2 مليون و213 طيب اذا عندي انا شركه مستثمر فيها اكتر لحد النهارده اكتر من 8 مليار جنيه قفل الكاميرا كده عشان اكتر من 8 مليار جنيه علشان اجي اخسر 13 مليون السنه اللي فاتت و2 مليون السنه دي طب انا اكمل استثماراتي منين ادفع فوائد البنوك منين انا اساعد السوق المصري تاني في ايام ازمه تانية لا سمح الله لو حصلت ويبقى فيها طلوع لسعر الحديد واقدر اوقف وبيع الحديد اقل من سعره العالمي ازاي ويبقى عندي صناعات متكامله في مصر ازاي نحن كل المطلوب ان النهارده احنا في حاله تطوير الصناعه بفضل القرارات الصائبه لوزاره الصناعه احنا بمرحله تطوير هذه الصناعه تمام. الاتفاقات الدوليه واللي موجود معايا نسخه منها برضو بتقول انه في حاله تطوير الصناعه وفي حاله وجود خطه لتطوير الصناعه يحق للدوله انه تقوم بحمايه هذه الصناعه لغايه نهايه التطوير احنا في حاله تطوير احنا محتاجين النهارده لحمايتنا مش من منافسه غير عادله من منافسه غير عادله الناس بتبيع اقل ما بتبيع عندها في بلدها الناس بتبيع عندنا اقل ما بتبيع عندها في بلدها عشان عندها فائض انتاج عشان عندها فائض انتاج وعشان ما عندهاش اسواق احنا بنطالب طيب. النهارده الحكومه طيب ودي وصلت اتفضل في نص دقيقه علشان انا عندي سؤال لكريك مثلا بس الارباح من 2 مليون او 13 مليون خساره في سنه او سنتين وفي ارباح تانية قبلها سنه قبلها لو قلنا الارقام هنلاقي ارقام تانية خالص مذهله يعني انا عندي فاحنا في صناعه الحديد صناعه انا مش بتكلم على ارباح الارقام انا بتكلم عن صناعه الحديد صناعه عملاقه وليها سنين جيده وليها سنين مش جيده في العالم وانتاج العالم كله قل والاستهلاك قل في العالم والشركات جالك ميزانياتها في السنتين دول تعبوا جدا واحنا احسن من اي شركه في العالم هي كمان الميزانيه دي احسن من اي شركه في العالم في الحديد كويس. فالمقارنه لازم تكون بمقارنه صناعه بصناعه عشان نقدر نقارن ارقام بارقام وارقام بارقام فالارقام اللي قبل كده كانت جيده جدا واكثر من اللازم مش هنتكلم في الارقام طيب هم بيطرحوك كصناع يا استاذ عمرو قابل للدراسه ولا مقفول؟ انا بساله هو استاذ رفيق كده بالقوانين الدوليه وقانون مجلس الشعب اللي طلع في سنه 98 ينظم هذا الموضوع رقم 160 هل من حق الوزاره بعد الشهر ما تاخد الورقه بتاع حضرتك تعمل رسوم مؤقته؟ لا تملك هذا الموضوع، ليه لا تملك؟ لانه لازم تحقق بدون تحقيق وتحط رسوم اغراق على دوله اي دوله او اي شركه ما تحققش ستحاسب عالميا وده ضد ما تحقيقش يعني التحقيق في الوزاره ولا فين؟ جهاز التجاره الداخليه ايه؟ جهاز التجاره الخارجيه جهاز التجاره الخارجيه اللي هو اللي بيحقق مع الجهات الدوليه يا استاذ رفيق لو سمحت انا احنا اللي بنطالب فيه دلوقتي كحمايه مؤقته ما هواش رسم اغراق صحيح انه الحكومه ما يحق لهاش برسم اغراق بس يحق لها برسم مؤقت لحمايه الصناعه رسم مؤقت لحمايه الصناعه ده يحق لها فيه وموجود في رسم جمركي يعني رسم جمركي رسم حمايه الحقيقه يعني قدم طلب بكده الوزاره انا الحقيقه اول مره اسمع هذا الموضوع بالنسبه لي انت ما قدمتوش قبل كده الاقتراح ده الا في البرنامج هنا حضرتك قدمه ونعودك نزله طيب حاجه عندنا كويسه سابقه يا استاذ عمرو طبعا ده ليه كويس استاذ عمرو معاك بس في نفس الوقت طيب ممكن الصبح يبقى عندهم طلب الوزاره القضيه بس عاوزين يمكن استاذ عمرو مش على علم او على درايه بالموضوع ده احنا مقدمين طلب حمايه للصناعه اسمعني بس والطلب ممكن يتقدم ثلاث مرات كمان بس هو في بلاوي مفيش مشكله بكره الصبح ان شاء الله يبقى في طلب ويدرس طالما الطلب الاولاني لم يؤخذ في الاعتبار او لم يتم الانتباه اليه او ربما مركون في حته
الاستاذ عمرو دولاب دلوقتي قدم طلب ويدرس. القضيه دايما في ايه؟ في ان التوازن ما بين حق الصناع وحق المستهلك، هو دي القضيه اللي بتنزل. لا انا اللي يهمني في النهايه حق المستهلك، انا مع كامل احترامي للصناع وللتجار وللحكومه، انا في النهايه بتكلم عن المستهلك، بس انا عشان يوصل للمستهلك لازم الصانع يبقى مرتاح وكسبان والتاجر مرتاح وكسبان دون جشع ودون مبالغه في الارباح. احنا بنقول انه الصناعه المحليه في الحديد نمت وفي استثمارات كبيره جدا على ارض الواقع وارباح اتحققت، وفي السنه دي بعض الارباح قليله او يمكن بعض مصدق كل اللي قاله، ولكن بالنسبه للعالم هم لسه احسن من. طيب انا عندي نص دقيقه لان عماد خلاص هيقطع. لا طبعا. استاذ رفيق، بعيدا عن الوضع الحالي، لما تيجي للمستهلك يقول لك هو احنا قد صناع الحديد، صناع الحديد دول هم اللي واكلين البلد، دول بيكسبوا 4000 جنيه في الطن تقريبا، متوسط ربح صانع الحديد في طن الحديد قد ايه؟ اذا كان يعني الافصاح عن الرقم ما فيهوش مشكله. ما فيش اي مشكله. فضل. انا بس اللي عاوز اقوله انه لازم نشوف الرقم ده نسبه للاستثمار. تمام. وبالتالي اذا بفاوض البنوك النهارده 12% واحنا مستثمرين في مليون طن، في نتيجه مليون طن حديد. أيوة. 6 مليار جنيه، المفروض لو بس هندفع فوائد البنوك نكسب 12%، احنا النهارده ما بنكسبش ال 5%. 5%. طيب اتاكد بس ان الوزاره والهيئه وجميع مؤسسات الدوله بتحرص ان الشركات تستمر وتنمو وتزيد استثماراتها، وده اللي بيتم. طب انا فين سؤال هسال انت لا واخد الموضوع بس عشان نص دقيقه تخلص بس. هل عشان ابقى برضو انا موضوعيه وابقى طرحت كل الاشياء وانا بتكلم على المستهلك اللي مش متداخل في الموضوع؟ تمام. هل صحيح ان عز الدخيله هو المتحكم في السوق المصري وهو اللي يحدد الاسعار؟ انت لاقي مع مين دلوقتي؟ انت شرفت يا استاذ عمرو. اهلا بيك. ربنا يخليك. شرفت يا استاذ رفيق. اهلا بيك. نلتقي بعد فاصل.